في قول الله جل وعلا: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، قلنا إن الله عز وجل حدثنا بكلمة إذا في قوله إذا أصابتهم، ولم يحدثنا بكلمة إن، فلم يقل إن أصابتهم هنا، لأنه يريد أن يبين لنا أن استقبال وتلقي المصائب أمر محتوم، لأنه لازم من الاختبار. وقلنا الاختبار مش عشان هو يعرف، حاشاه، علمه أزلي، لكن لكي نعلم نحن أن تظهر حقائقنا لأنفسنا، ولكي تعلم حقيقتنا الملائكة، ولكي يعلم حقيقتنا الآخرون، ولكي نعلم نحن أن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فهناك ذنوب يفعلها المرء فيما بينه وبين نفسه ولا يعلمها أحد من الناس، يريد الله عز وجل أن يبين للإنسان أني كنت معك وأنت في خلوتك تظن أن أحدا لا يراك، لقد راقبت الناس وخفت الناس وحسبت حسابا للناس، ولم تراقبني ولم تخفني ولم تحسب لرقابتي حسابا، وأنا الذي لا تأخذني سنة ولا نوم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا، يعني التركيب بتاع الشرط ده ليه؟ ليفيد سرعة قولهم إنا لله وإنا إليه راجعون بمجرد شعورهم بالمصيبة، يعني ساعة ما تحصل المصيبة على طول التصرف التلقائي أو رد الفعل للمصيبة أن يقولوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا هو خلق المؤمنين، إذا سمع بمصيبة أو وجه بمصيبة أو حدثت له مصيبة، إن شاء الله حاجة تشك في رجله، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون بسرعة. جميل. إذا أصابتهم مصيبة، ليه نكر مصيبة؟ للتعميم. أي مصيبة؟ حتى الواحد لو له صديق وهو له في صديقه نظرة انه صادق قوي، وفوجئ بانه حصلت منه نقطة تجاوز كده، ففيه حاجة ما كانش صادق فيها، لما يفاجأ بالحكاية دي يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، لأنها مصيبة. يا أخي يا أختاه، إن من أشد المصائب أن يصاب الإنسان في صديقه، أن يفجع في صديقه الذي يصدقه ويأتمنه بأنه غير صادق أو غير أمين أو أنه غير وفي، تيجي منه حاجة كده بسيطة. ولذلك من الأخلاق في الإسلام إن أنا أغمض عن عيب أراه في صديقي وحاول أصلحه بغير ما أشعره. ممكن أقول له والله يا أخي أنا النهاردة تعرضت لموقف كده زعلني من نفسي، وأرجو إن أنا ما يحصل ليش بعد كده، يكون عمل هو الحركة دي من أسبوعين ثلاثة كده، أنا عملت كذا، يعني صديق لي طلب مني إن أنا أقول له حاجة وقلت له حاجة يعني خلاف الحقيقة، يعني أحرجت وأنا زعلان من نفسي من ساعة ما قلت له، لأن الراجل اعتاد إنه يصدقني وأنا خايف لا يصدقني وأنا مش صادق، تبقى مشكلة. أقوم أحسسه إنه الغلطة دي ما تتكررش تاني. بالطريقة دي نعالج الأصدقاء. ما هو من الأخلاق أن ألتمس عذرا لصديقي ولأخي. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. خلي بالك،
إن للتأكيد وإن التانية للتأكيد عشان يخلي مضمون الجملة قوي. نستكمل بعد الفاصل.